السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الأخوة منتوري قسنطينة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم مع بعض على كيفية إنشاء حركة التصادم في سوليد ووركس. دونك راح ندير كرتين، نرسم الكرة الأولى، هنا راح نخير دونك خير لين دو كونستريكسيون يكون فيرتيكال، وهنا ندير ارك. اوكي نغلق، فوالا القطر تاعها راح نصف القطر تاعها يكون 10 مليمتر، ومن بعد عندي لها ريفوليسيون، ريفوليسيون 360 درجة، والماتريو تاعنا المادة تاعي هي أسي ألي. نحفظ نسميها كرة واحد. نفس الشيء راح نفتح ملف جديد، نرسم كرة. دونك راح ندير لين دو كونستريكسيون هنا، اوكي بعدها ارك، ارك، وعندنا هنا باش نغلق الارك، سينو راح يغلق وحده كما شفنا في الفيديو السابق. هنا راح نديرها كبيرة شوية، 15 مليمتر. اوكي وراح ندير الماتريو تاعها مخدومة بالالومنيوم، خلاط الالومنيوم هنا، فوالا. اوكي اسميها بال دو. من بعد واش ندير؟ راح نكريي ملف تاع لاسومبلاج. لاسومبلاج نجيب الكرة الأولى، نزيد نجيب الكرة الثانية. اوكي دونك هذه نضغط عليها باش تولي تتحرك هي ثاني. عندي لي كونترات اللي راح ندير انه الكرة هذه تكون طونجونت مع البلون هذا، وتكون ايضا هذه ثاني تكون طونجونت مع البلون هذا. هذه النقطة الأولى. النقطة دونك نحفظ هذا الملف. النقطة الثانية هي أنه راح تكون يعني نافيشي المركز تاع الكرات، ونقولوا باللي البلون دو فاس راح تكون هذه كونسيدون فيه، وايضا هذه تكون كونسيدون فيه باش يكونوا يتحركوا على نفس الخط. ايضا عندي كونترانت واحدة اخرى، راح ندير المسافة بين هذه وهذه. دونك هنا راح نديرها ب50 مليمتر. اوكي نفس الحكاية لهذه، مسافة بين هذا وهذا مسافة 50 مليمتر، يعني المسافة بين الكرة والكرة راهي 100. نحفظ دائما الملف تاعي. بعدها نجي هنايا ديزاكتيفي هذو، نقلبهم يعني شغل باش حطيتهم في الوضعية هذه برك باش من بعد يتحركوا. نروح ايتيد دو موفمون، ايتيد دو موفمون، ونخير له هنا اناليز دو موفمون. كي نخير اناليز دو موفمون
راح نكري لو كونتاكت بين هذه وهذه. هنا لو كونتاكت نحي الماتريو ونحي الاحتكاك، نخلي فقط معامل الارتداد مثلا هو 0.6. اوكي، ونعطي السرعة ابتدائية للكرة الأولى بحيث تكون في الاتجاه اللي رايح للكرة الثانية، نديروه ب0.1 متر. دونك هنا لازم نرجعها متر، يعني السرعة عندي بالمتر. دونك هنا نضغط فيتاس انيسيال، البلان المستوي اليمين، السرعة رايحة الاتجاه الآخر 0.1. اوكي، راح نعود نفس ليزيتاب للكرة الثانية، هنعطي لها سرعة 0.1 ونحفظ الملف تاعي. ايضا لا سيميلاسيون تاعي هنا راح نديرها واحد ثانية، تكفيني واحد ثانية. والخصائص تاع الرسمة راح ندير هنايا 300 ونقول له راعي لي لو كونتاكت ونقول له اوكي. هنا راني كملت ليتي تاعي، نقدر ندير له لي كالكيل. لاحظ فوالا. بعدها نأتي إلى يعني استخراج النتائج، نضغط هنا مثلا استخرج له السرعة الخطية بالنسبة للمحور، هنا المحور إكس تاع الكرة الأولى، نقول له أوكي. تلاحظوا شوفوا الكرة تمشي بسرعة، تمشي بسرعة سرعة 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 اللي هي 0.1، ومن بعد توصل لهنا تنعدم السرعة وتعاود تمشي بسرعة أخرى في الاتجاه المعاكس، هنا نيجاتيف هنا بوزيتيف. نفس الشيء نقدر نزيد نرسم السرعة بالنسبة للكرة الثانية، السرعة دائما في الاتجاه إكس، لاحظوا تكون تمشي في الاتجاه الموجب 0.1 ومن بعدها تنعدم و تصبح تمشي في الاتجاه المعاكس 0.4 في الدقيقة هذه، تمشي 0.05. دونك هذه بالنسبة للسرعات. نقدر نستخرج أيضا مثلا نستخرج مثلا المسافة، بالنسبة للإكس دائما تاع الكرة الأولى. فوالا، شوفوا كيفاه تكون تمشي ومن بعد تنعدم، تعاود تزيد تولي تكبر في الاتجاه الآخر. نقدر نستخرج الطاقة الحركية، دونك الطاقة الحركية لينيرجي سينيتيك دو ترانسلاسيون تاع الكرة هذه، نقولو اوكي. فوالا، هذه هي الطاقة. نقدر هنا نغير في ليشيل، دونك راهي 0.01 او ماكسيموم. الى هنا نأتي الى نهاية هذا الفيديو، نتمنى انه عجبكم. ما تنسوش اشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش في القناة، ويفعل الجرس باش يوصله لفيديو في يعني عند نشرهم يعني في الوقت. وايضا يحط لنا لايك على الفيديو لو كان عجبه، ويعطينا دي كومونتير اراء نتاعو والملاحظات نتاعو اللي راح ناخذوها بعين الاعتبار. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، اللي راح ندرس فيه الاهتزازات، كيفاش نديرو الاهتزازات في سوليد ووركس. الى اللقاء.